كم فيديو هناك تبقى تدخل لا فليش هادي سون جروف سون ديس ياك هاي هنا تكوبي ال تكوبي لا فليش كي تطلعها وتعاود تفتح التليسكوب هاي لازم تفتح تكوبي لا فليش وتفتح التليسكوب هاي بروغرامي هنا زيراوات ندير اونتري هاي تبع الفليشة هاديك هاي تصب النو هادي تدخل هاي هاي يدخل كيما هاي المانيطة اللي تدخل تيليسكوب بدل يدك ها الروبو طالع ها هنا بدل يدك تبع الفليشة هذيك ثاني بدل يدك ها يطلع تبع الفليشة حتى تكملهم كاع ها هنا بقى واحد برك 50% هاد الفليشة كي تولي طالعة وهابطة ما انت قادر تدي المانيطة اكوش هنا لازم تنحشي ديك حتى يولو هادوك الخضر يولو حمر باش ما تدلكش ايرور في التليسكوب ها هنا الروبو يهبط كاع لتحت شوف حتى يولو هادوك الارقام زيروات ها يهبط شتو ها كيما هاك خلاص راه مريقل خرج من هاد الباج هنا درك طفي التليسكوب وحل لافليش منه ها ايوا كيما هاك درك كاني باغي نحل الكونتر بوان نجي هنايا تعد قرب تلحق اللي يسموه ابوي على هادي حتى تشعل لك ديك القفله اللي تهبط الكونتر بوا هاي شعل دوك تشعل اللي تهبط لي لاكس هاي شعلت ديك تابوي على هادي هبط كما كرا الكونتر بوا يهبط ما تخزرو ما والو هبطو تشعل لك هادي هاي شعلت لي بيريهم وطلع حتى دوك الصفر يولو خضر كيما هاك خلاص طفي هادي باش دور الروطاسيون كي تلحق هنايا تاني خش في تاع الروطاسيون هادي تعد قريب تلحق الباص هادي ما فيهاش لاكس روطاسيون باش ايوا كيما هاك تهبط لا فليش ديريكت كما تخافش دوك يجيك الباج تاع اللي تدخل لي بي اروح هنايا لازم تنوض الموتور التحتاني نوضو منه هاي هادي الحمراء تولي خضراء شعلو ها هاو ناطرك درك تنجم تهبط لي بي طفي هادي تاع الروطاسيون ايوا هبط لافليش 45 ديغري بعد الريسك عشان لافليش طالعه ياسر تشوف لي بي راهم يدخلوا ولا والو منهم دوك نوريهم لك كما هاك هاي مليح اروح هنا